وبالعودة مشاهدينا إلى إطلاق منصة السكن الإلكترونية لتسهيل تملك الأسر للمنازل والمساكن، ينضم إلينا في الاستديو المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم. أهلا بك أستاذ سيف. إذن هذه المنصة التابعة لبرنامج سكني، ما الجديد فيها وماذا تضم؟ نعم، شكرا لكم. طبعا وزارة الإسكان عبر مختلف برامجها ومبادراتها تحرص دوما على تسهيل الحلول أمام المواطنين بما يمكنهم بالتالي من الحصول على المسكن الأول. ما يتعلق ببرنامج سكني تحديدا باعتباره هو المعني بتمكين الأسرة من خلال توفير مجموعة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي تلائم مختلف الرغبات والقدرات، وامتدادا للتسهيلات المتنوعة التي يوفرها هذا البرنامج أطلق منصة سكني بالأمس بما تشتمل عليه من موقع إلكتروني سكني.housing.sa بالإضافة إلى تطبيق سكني للأجهزة الذكية. هذه المنصة توفر مجموعة من الخدمات التي من شأنها تسهيل وتيسير رحلة التملك أمام المواطنين، مثل الاستحقاق الفوري، الحجز الوحدات السكنية تحت الإنشاء، أيضا الأراضي المجانية، إصدار عقود الأراضي المجانية وتوقيعها إلكترونيا، وغيرها من الخدمات الأخرى. خلال بضع دقائق بإمكان أي مواطن التعامل مع هذا التطبيق الإلكتروني عبر الأجهزة الذكية والحصول على حالة استحقاقه واستكمال إجراءاته تمهيدا للاستفادة من الخيارات السكنية التي يرغبها وتلائم قدراته. جميل. أستاذ سيف، فيما يتعلق بالخدمات والمزايا الموجودة في هذه المنصة، أبرز هذه المزايا وكذلك الخدمات، لعلك لمحت أو أشرت إليها بشكل موجز، لكن بشكل مفصل أبرز هذه المزايا والخدمات. المعروف أنه برنامج سكني كان لديه بعض الخدمات الإلكترونية، لكن أيضا كما أشرت تجتمع تحت منصة واحدة الآن، أبرز هذه الخدمات والمزايا. نعم صحيح. طبعا برنامج سكني دائما ما يحرص على التطوير والتحسين تلبية لرغبات المواطنين، دائما نحرص على القرب من المواطن للتعرف على رغباته وبالتالي توفيرها أمامه. برنامج سكني كما هو معلوم يوفر مجموعة من الخيارات تشمل الأراضي المجانية وكذلك القروض العقارية المدعومة التي تتيح إمكانية الاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة أو شراء الوحدات تحت الإنشاء أو البناء الذاتي في حال كانوا يملكون الأراضي. من خلال هذه المنصة بالإمكان الاستفادة من كافة هذه الخيارات، أيضا بالإمكان التعرف على حالة استحقاق المتقدم إذا كان مطابق لشروط الدعم السكني، بإمكان التعرف على حالة استحقاقه تمهيدا لاستكمال إجراءاته بالتالي الاتجاه إلى الخيار الملائم له، بالإضافة أيضا إلى ذلك إصدار عروض الأسعار لشراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء، أيضا الاستفادة من الأراضي المجانية وحجزها واختيارها إلكترونيا دون الحاجة لزيارة الوزارة وحد فروعها، أيضا التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بمشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين من خلال التعرف على موقعها، نماذجها، تصاميمها، أيضا أسعارها. كل هذه الأمور وكل هذه المزايا والخدمات باتت اليوم متاحة من خلال هذا التطبيق الذي يمتاز بمرونته وسهولته. جميل. سيد سيف، فيما يتعلق أيضا بالخدمات المتاحة للمستفيدين من خلال هذه المنصة، كم عدد هذه المشاريع الموجودة؟ وأيضا فيما يتعلق بتوفر الوحدات السكنية من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذا التطبيق؟ نعم طبعا، على مستوى المشاريع والمخططات هناك ما يصل إلى 70 مشروع بالشراكة مع المطورين العقاريين، مشاريع تحت الإنشاء تمتاز بجودتها وتصاميمها النموذجية وبأسعارها التي تتراوح ما بين 250,000 إلى 750,000 ريال متاحة عبر التطبيق. هذه المشاريع 70 توفر نحو 125,000 وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس. أيضا على مستوى المخططات الخاصة بالأراضي المجانية، وهي إحدى الخيارات المفضلة لدى الكثير من المواطنين، الأراضي المجانية نتحدث عن أكثر 133,000 أرض مجانية متاحة من خلال 139 مخطط تتوزع في مختلف مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها. جميل. فيما يتعلق أيضا بأعداد المستفيدين من برنامج سكني خلال العام 2019. نعم، والله الحمد، برنامج سكني تجاوز مستهدفه بنهاية شهر أكتوبر الماضي، نتحدث عن أكثر من 208,000 أسرة استفادت استفادة فعلية من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج. من بين هذا الرقم هناك 70,000 أسرة سكنت منازلها فعليا، فيما فضلت الأسر الأخرى خيارات التملك اللاحق إنجاز الوصف مثل الوحدات تحت الإنشاء أو الأراضي المجانية أو البناء الذاتي، والتي بكل تأكيد تتطلب بعض الوقت الحين تملكها بشكل كامل. 208,000 هي تعني تجاوز مستهدفنا لهذا العام والذي حدد ب 200,000 أسرة، ولله الحمد خلال 10 أشهر 208,000، ونتوقع بإذن الله خلال الدفعتين القادمتين في الخاصة بنوفمبر وديسمبر تزايد هذه الأعداد ووصولها إلى رقم كبير. جميل. فيما يتعلق بمنصة سكني، هل تختص بمنطقة معينة أم كافة مناطق المملكة؟ وأيضا فيما يتعلق بإشارتك إلى
الأراضي المجانية، هل هي محددة بأماكن أو مناطق محددة أم كافة مناطق المملكة؟ طبعا الأراضي المجانية تتوزع في مختلف مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها وكذلك مراكزها وقراها. أيضا المشاريع السكنية كذلك تتوزع في مختلف المناطق بمختلف مدنها ومحافظاتها. المنصة متاحة لجميع المواطنين على مستوى كافة المناطق من خلال تحميل هذا التطبيق الإلكتروني عبر الأجهزة الذكية، وبالتالي إنهاء كافة الإجراءات خلال بضع دقائق من خلال استخدام هذا التطبيق. جميل، هل هناك تواصل في المنصة بينكم وبين أيضا المستفيدين لتقديم مثلا بعض الشكاوى وكذلك الملاحظات وجدت في نعم صحيح هذا صحيح هذا الخيار أيضا تمت مراعاته وهو متاح للمواطنين. نحن بكل تأكيد في برنامج سكني وفي وزارة الإسكان بصورة عامة دائما ما نكون بالقرب من المواطن عبر مختلف المنصات، سواء المنصات التقليدية أو المنصات الإلكترونية، ليتعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم. نعم. وكذلك التعامل معها بصورة مباشرة من خلال هذا التطبيق، أيضا هذا الخيار متاح أمام المواطنين. شكرا لك المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف أسويلم. شكرا لك.